السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تستافيك نعيمة أو جرب الوصفة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد الحلوة اللي كتجي رائعة بزاف وسهلة في التحضير وبمكونات اللي هما بساط، يمكن لكم توجدوها بوحدكم، يعني غادي توجدوها العيد إن شاء الله بلا عوين. وكتجي هاد الحلوة كتجي هشيشة وكتذوب في الفم ذوبان. يعني قبل ما نحرقوا المراحل نخليكم تكتشفوا الوصفه ديالنا، ولكن قبل ما نبداو ما نصوروش الصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وطبعا الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا نبداو بسم الله على بركه الله في تحضير الوصفه. هنايا غادي ناخذ واحد لوبول، غادي ندير فيه 3 معالق ديال الزبدة، يعني 3 معالق تقريبا. يعني الزبدة خاصها نخرجوها من الثلاجة قبل. هنا غادي نضيف لها نص كاس ديال السكر كلاصي، يعني السكر على حسب الاختيار ديالكم، ساشي فانيلا، قبصة ملح. كنخلطوا المكونات مزيان حتى كيولي داك الزبده مع داك السكر كلاصي تقريبا داو يعني يوليو كريميين. صافي هاد اللحظه غادي نزيد ليها 1/4 كأس من الزيت، زيت المائده طبعا، مع 1 بيضه. صافي غنخلطوا المكونات ديالنا مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. صافي هنايا غادي نضيفوا الدقيق تدريجيا. انا هنايا كنضيف الدقيق شويه بشويه، يعني تقريبا هنايا كنضيف الدقيق غير بالمعلقه مع واحد الخميره ديال الحلويات، خميره الحلويات. طبعا هنايا الدقيق غادي نضيفوه تدريجيا حتى كنتحصلوا على النتيجه اللي كتشوفوها قدامكم. يعني الدقيق هنايا كيكون على حسب النوعيه ديالو. يعني خاصنا نضيفو الدقيق تدريجيا، ما نضيفوش دقيق مره واحده، دقه واحده زعما. صافي نحاولوا هكا نجمعوا العجين ديالنا. صافي ها هو دابا تقريبا راه تجمع، غادي نضيف ليه 1 معلقه اخرى. صافي ملي كنحس بلي الدقيق كامل دخل وسط العجين، يعني حتى كتولي العجينه ديالنا بحال هذا الشكل. صافي ونقسموها على نصفين. غادي ناخذ النصف الاول غادي نحطو جانبا، النصف الاخر غادي نضيف ليه عاوتاني 1 معلقه ديال الدقيق باش يتجمع مزيان. كنولي ليها بحال هذا الشكل، وغادي نحطو في واحد البلاستيكه. صافي هنايا غادي ناخذ النصف الثاني، غادي نمزجو مع واحد الساشي ديال الكاكاو اولا ملعقه من الكاكاو. طبعا هنايا غادي ندير واحد العجينه تكون بيضاء وواحده غادي تكون سوداء، يعني من السما بالكاكاو. صافي نجمع العجينه ديالي حتى كتولي بحال هذا الشكل. نحطوها جانبا. صافي هنايا بعد ما ساليت من العجينه غادي ناخذ واحد الطاوه غادي ندهنها بشويه ديال الزيت.
طبعا الى عندكم ورق الطبخ يمكن لكم تستعملوه. صافي هنايا غادي ناخد واحد البوق، البوق اللي كيكون خاص بالكريمه وداكشي، يعني هنايا حطيت حجم كبير، يمكن لكم تاخدوا حجم اللي كيكون متوسط. صافي وكن ندير فيه العجين بحال هذا الشكل اللي كتشوفوه في الفيديو. يعني طبعا كنتمنى ان الفيديو يكون مفهوم وواضح. يعني هذه الحلوه كتجي ساهله بزاف. كذلك كنديروا نفس الشيء بالنسبه للعجينه السوداء. صافي هنايا بالنسبه للتزيين انا اختاريت هنايا ناخذ غير شويه من العجين الاسود وشويه من العجين الابيض وكنزين بهما الحلوه ديالنا. طبعا الا عندكم الشوكولاته يمكن لكم تستعملوه، اولا داك الفانيل الملون انا هنايا ما متوفرش عندي. يعني هنايا قدمت لكم وصفات اقتصاديين، يعني غادي توجدوهم بداك الشيء اللي متوفر عندكم في الدار. يعني من اليوم فصاعدا اي حاجه عندك في الدار يمكن لك تستعمليها وتستغلي الفرصه باش توجدي بها حاجه زوينه. صافي هنا غادي ندخلها الفرن اللي كيكون مشعل في درجه حراره مرتفعه من الاسفل ومن الاعلى، طبعا تقريبا ديك ربع ساعه يعني على حسب الفران ديالكم مع المراقبه المستمره. صافي ها هي الحلوه ديالنا بعد ما وجدت، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم ولا صحاباتكم اللي غادي يوجدوا الحلوه ديال العيد. يعني من اليوم فصاعدا ما تقوليش مازال عندك شي عذر باش تصيبي الحلوه، يعني بابسط المقادير وبطريقه سهله غادي توجديها بعينك مغمضين. طبعا هي كتجي رائعه بزاف، اما المذاق ما نعاودش لكم، كتجي رائعه ولذيذه بزاف في المذاق. صافي هنا وصلنا الى نهايه الفيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتقولوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير، كتشجع علينا باش نستمروا في تقديم وصفات اكثر صحيه واقتصاديه. بصحه وراحه وبسلامه عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.